أهلا بكم. مع تحسن الطقس تتمكن البرتغال أخيرا من احتواء حرائق الغابات التي اندلعت في الأيام الأخيرة وفي شمال البلاد ووسطها، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإتلاف آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء. هذا وانخفضت درجات الحرارة ويتوقع هطول الأمطار يوم غد الجمعة. وحتى بعد ظهر اليوم ذكرت خدمات الطوارئ أن 4 حرائق فقط نشطة إلى حد ما في شمال البلاد. السلطات الإيطالية أجلت نحو 1000 شخص من منازلهم نتيجة تأثيرات العاصفة بوريس في منطقة شمال شرق البلاد التي دمرتها الفيضانات العام الماضي، وأغلقت المدارس وألغيت القطارات في إيميليا رومانيا، حيث ضربت الرياح القوية والأمطار الغزيرة هناك، فيما بقي السكان في حالة تأهب قصوى. هذا وغمرت مياه الفيضانات المنازل والشركات في المجر مع ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب. وفي العاصمة بودابست لا يزال من المتوقع أن يصل منسوب نهر الدانوب إلى حوالي 8.5 أمتار أو أعلى قليلا خلال الأيام المقبلة. هذا وخلفت أسوأ فيضانات تضرب وسط أوروبا منذ عقدين على الأقل دمارا من رومانيا إلى بولندا.